في الحقيقة عايز أبدأ الحلقة بإعجابي بوعي الشعب المصري، فيما يبدو أن الشعب وصل لمرحلة من الوعي ما عادش بينفع معاه حاجات بتاعة الحكومة وبص العصفورة، يعني لا عاد فارق النهاردة مع الشعب المصري في ظل زيادة الأسعار والأزمات الاقتصادية والفشل الحكومي المتنامي والمتسارع، ما عادش فارق معاهم مثلا أن أحمد العربي طلق ياسمين عبد العزيز بعد حب مش عارف كام سنة، ولا عاد الناس مهتمة حتى أن حسين فهمي اتجوز واحدة من دور عياله للمرة السابعة أو للمرة الثامنة، ولا حتى محمد صلاح والمنتخب ومشاكل محمد صلاح اللي مقموص قال إن اللعيبة مش بتبصيله. شعب وصل لمرحلة من الوعي وإدراك خطورة الحياة أو الفترة اللي عايشها، لدرجة أنه الناس بتصحى منهم تسأل الدولار بكام النهاردة رغم الترندات اللي عاملاها الحكومة، الترندات اللي عمالة بتذيع فيها وتكرر فيها إعلام الحكومة، وأحمد العربي وياسمين عبد العزيز ومش عارف مين اللي عملت عملية في مناخيرها ومين اللي اتطلقت، وشوف الراجل اللي بيشد القطر بسنانه، وشوف الست اللي مش عارف خانت جوزها 18 مرة. لا، الشعب مركز كويس، فاهم كويس، عارف البلد رايحة فين كويس. شعب نسى كل الكلام ده وبيدور على الدولار اللي قبل 10 سنين كان بستة جنيه والنهاردة بستين، لا 63، لا يمكن 65، الدولار ب68، وإذا لقيته الشعب بيدور على طن الحديد اللي سعره داخل على 50,000 جنيه، وجرام الذهب اللي سعره داخل على 4,000 جنيه، والسكر والزيت والرز والسلع اللي مش موجودة. الشعب ما عادش بياكل معاه جزرة أو مش عارف عصاية، وما عادش بيهمه الترندات والفرقعة والكلام الخايب، الشعب مركز دلوقتي وفاهم البلد رايحة لفين. دولار اللي النهاردة أصبح في يعني حاجة كده زي مجنون يا دولار، زمان كنا بنقول مجنونة يا طماطم، مجنونة يا قوطة، النهاردة الدولار مجنون وكل ساعة في حال، 60 جنيه، 63 جنيه، 65 جنيه، 68 جنيه، ده رغم أن الحكومة حتى الآن بتكلمنا عن إنجازات على مدار 10 سنين، في العشر سنين الإنجازات دولت الدولار زاد 10 مرات من 6 ل 60 واكثر من 60، رغم الحياه الكريمه اللي بتعملها الحكومه والطفره والتنميه اللي عاملاها الحكومه والمستقبل ورؤيه 2030 اللي عاملاها الحكومه والانجاز والطفره والتقدم والمصانع والمزارع والتنميه والخضه اللي بتكلمنا عنها الحكومه وانجازاتها، الدولار من 6 ل 60، طن الحديد من 12 ل 50، جرام الذهب من 1200 ل 4000 جنيه مصري، السلع زادت 800% او 80%، وبعض السلع زادت الطاقه 2 و3 و4. فانا عايز ابدا الحلقه باعجابي وثنائي على وعي الشعب المصري اللي بقى واعي لظروفه، شايف ان احنا في مرحله خطيره جدا، شايف ان الحكومه دي لبستنا في الحيطه، عندنا ديون تتجاوز 176 او 67 مليار دولار السنه دي لوحدها حسب ما كان بيقول الموجز اللي قبلي، مستحق أكتر من 42.5 مليار دولار ديون على بلدنا. ديون دي جبناها عملنا بيها إيه؟ حسنا حال المواطن، حسنا العملة، عملنا مصانع، فتحنا مزارع، عملنا شركات. لا، الفلوس دي جبناها عملنا بيها العاصمة الإدارية الجديدة والبرج الأيقوني اللي صرفنا عليه 3 مليار جنيه وأنتجنا الاختيار 1 و2 و3 و4 وعملنا مسلسلات ومؤتمرات ومؤتمر العالم 1 و2 وأكبر كنيسة وأكبر سارية علم وأطول سجادة وأكبر نجفة وجبنا طيارة رئاسية وبنينا كم سجن وكم قصر. دي الفلوس اللي هندفعها السنة دي واللي هتدفعها حضرتك من جيبك وقوتك وقوت عيالك ويمكن تدفعها على مدار 20-30 سنة جاية. الدولار بكام دلوقتي؟ قبل السؤال ولا بعده؟ ده حال الشارع المصري في ظل التخبط والفشل الاقتصادي للنظام على مدار 10 سنوات فاتت.